يا مساء الخير على كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. حلقه جديده من برنامج 60 دقيقه، ان شاء الله تكون حلقه مميزه كالعاده. النهارده بقى في 60 دقيقه هنتابع مع بعض كل الاخبار على الساحه المحليه من خلال طبعا اخبارنا الحصريه، وهنتابع كمان كواليس اليورو بعد انتهاء دور المجموعات، وطبعا اكيد هيكون لينا جوله في السوشيال ميديا وهنشوف اخر الفيديوز، وطبعا كل حاجه هنعملها وهنشوفها هنا هتكون تحت شعار ان كل شعوب العالم بتختلف في لغتها واكيد في عاداتها وفي تقاليدها، لكن حاجة واحدة بس هي اللي بتجمعنا كلنا، أكيد هي الكورة. هنبتدي مع حضراتكم حلقتنا النهاردة بسؤالنا، سؤالنا أكيد عن مباراة الأهلي والترجي في إياب نص نهائي دوري أبطال أفريقيا، مباراة أكيد مهمة جدا واختبار قوي جدا لنادي الأهلي بكرة الساعة 9 تماما في بتوقيت القاهرة في ملعب النادي الأهلي السلاموي، وطبعا الكل بيعيش بقى حالة ترقب وانتظار للمباراة اللي هتكون بوابة النادي الأهلي عشان يتأهل لنهائي البطولة ويقرب كمان من تحقيق حلم النجمة العشرة. سؤال حلقتنا النهاردة بيقول: من وجهة نظرك ايه هي اوراق الاهلي الرابحه قصاد الترجي؟ مستنين كل اجاباتكم وردود افعالكم اكيد على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بون تايم سبورتس. دلوقتي بقى هنبتدي مع حضراتكم بفقرتنا المحليه. النهارده هيكون عندنا اربع مباريات في منافسات الجوله 27 من الدوري المصري الممتاز. هنبتدي المواجهات الساعه 5 مساء بمباراه قويه اكيد ما بين سيراميكا كليوباترا بقياده مديره الفني كابتن ضياء السيد صاحب المركز ال 12 وبرصيد 32 نقطه، واللي هيحل ضيف على الجونه الموجود دلوقتي في المركز العاشر بنفس الرصيد، وطبعا ده اللي هيخلي اللقاء النهارده بره كل التوقعات في ظل طبعا التكافؤ ما بين الفريقين. الساعه 7 مساء بقى هتقام مباراتين في نفس التوقيت، غزل المحله هيستضيف الاتحاد السكندري في مباراه اكيد بيسعى فيها المحله ان هو يستغل ميزه اللعب في ملعبهم عشان يحققوا نتيجه ايجابيه، خصوصا طبعا وان المحله بيحتل المركز ال 13 برصيد 31 نقطه. في المقابل بقى الاتحاد في المركز الخامس وبرصيد 37 نقطه، وطبعا كابتن حسام حسن عنده رغبه ان هو يعود بنتيجه ايجابيه عشان يقرب اكتر من المربع الذهبي. اما بقى المباراه الثانيه فهتكون ما بين اسوان وما بين وادي دجله في لقاء اكيد صعب جدا للهروب من الهبوط، لان اسوان بيحتل المركز ال 15 برصيد 24 نقطه، ووادي دجله في المركز ال 16 وبرصيد 19 نقطه. وهنختم مواجهات النهارده بلقاء ما بين المصري بورسعيدي والانتاج الحربي في استاد اسكندريه، بيحل المصري بقياده كابتن علي ماهر اللي في المركز الثاني في الجدول وبرصيد 43 نقطه، وبيسعى اكيد ان هو يحافظ على وجوده في المركز الثاني بشكل على الاقل مؤقت في الوقت ده لغايه ما يرجع النادي الاهلي ويلعب مبارياته المؤجله. اما بقى الانتاج الحربي فهو بقياده طبعا مديره الفني كابتن احمد كشري هيكون في مهمه صعبه جدا عشان يهرب من المركز ال 18 والاخير برصيد 14 نقطه، وفي حاله خسارته النهارده فاكيد هيتعقد موقفه اكتر وبشكل كبير وهيقرب كمان من الهبوط لدوري الدرجه الثانيه. نروح بقى معاكم للنادي الاهلي. النادي الاهلي اللي هينهي تحضيراته وتدريباته النهارده الساعه 6:30 مساء عشان يواجه الترجي التونسي استعدادا طبعا لمباراه اياب الدور قبل النهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا. بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي هيتكلم النهارده في مؤتمر صحفي مساء عن المباراه وعن رؤيته ليها وكل التفاصيل المتعلقه بالجوانب الفنيه للقاء، وكمان بيتسو موسيماني عمل جلسه مع اللعيبه على هامش التدريبات امبارح عاتبهم بقى عن غياب التركيز في اوقات كتير جدا من مباراه الذهاب في رودس،
ولكن التمس برضو اكيد ليهم العذر بسبب تاخر المباراه ساعه كامله، وده كان بسبب احداث الشغب اللي حصلت، وده اكيد اصاب اللعيبه بالارهاق. اكد كمان موسيماني ان هو مش هيقبل اي تكرار لحاله عدم التركيز وسوء التمرير اللي ظهروا عليها مره ثانيه، لا سيما طبعا ان مباراه الترجي التونسي اللي جايه بالغه الصعوبه، والخطا فيها ممكن يكلف الفريق توديع بطوله كبيره جدا زي بطوله دوري ابطال افريقيا. حرص كمان موسيماني ان هو يعمل محاضرات يشرح فيها الاخطاء اللي وقع فيها لعيبه النادي الاهلي في موقعه الذهاب في رادس عشان يمنع تكرارها مره ثانيه في مباراه العوده في القاهره. كمان هيخصص المدير الفني فقره في تدريبات الفريق النهارده عشان يتمرنوا اللعيبه على تسديد ركلات الترجيح تحسبا يعني ان هم يضطروا يلجأوا ليها. كمان موسيماني بيدرس اجراء تعديلين على تشكيل النادي الاهلي برجوع الثنائي محمد مجدي قفشه وحسين الشحات للمشاركه الاساسيه على حساب الثنائي حمدي فتحي وصلاح محسن، في ظل طبعا رغبه الجهاز الفني في تعديل طريقه اللعب في مباراه العوده وعدم الاستمرار على نفس طريقه اللعب اللي اعتمد عليها في موقعه الذهاب خارج ارضه وهي 4-3-3. وبيخطط موسيماني ان هو يعدل طريقه اللعب ويرجع مره ثانيه ويلعب بطريقته المعتاده 4-2-3-1 من خلال مشاركة قفشة أساسي، والعودة طبعا للعب بمهاجم وحيد وهو محمد شريف مع رجوع حسين الشحات في مركز الجناح اليمين على حساب صلاح محسن، خصوصا طبعا وأن صلاح محسن ما قدمش الإضافة اللي مطلوبة منه في مباراة الذهاب وتم تغييره في الشوط الثاني من عمر المباراة. ومن استعدادات بقى النادي الاهلي للموقعه الهامه جدا بكره قصاد الترجي التونسي، نروح بقى ونعرف مع حضراتكم استعدادات الترجي التونسي للقاء الهام ده اكيد في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا قصاد المارد الاحمر. بينضم لنا دلوقتي من تونس عبر الهاتف الاعلامي التونسي زياد السلمي. مساء الفل على حضرتك. مساء الخير زميله ورخت شيماء، وتحيه لك ولكل متابعي اون تايم سبورتس. اكيد منورنا في 60 دقيقه من خلال شاشه اون تايم سبورتس 2، وعايزين نتكلم عن استعدادات الترجي التونسي في طبعا لقاء غايه في الاهميه ان شاء الله بكره هنا في القاهره. يمكن احنا بنعتبر اللقاءين دول بمثابه مباراه واحده، بس كان في شوط اتلعب في رادس بالفعل وانتهى بنتيجه ايجابيه لصالح المارد الاحمر، لكن الشوط الثاني والنهائي هو هنا في القاهره ولسه ما اتلعبش، وطبعا كلنا في انتظار المواجهه دي بكره. يعني من وجهه نظر حضرتك بالفعل، ازاي بيستعد الترجي التونسي للقاء الهام ده؟ بالفعل شيماء مهم جدا، اكيد لقاء الذهاب انتهى واكيد اوفى بوعوده، خاصه مع عوده الاهلي وخاصه بنتيجه ايجابيه من تونس ومن ملعب رادس بالذات. طبعا مع بدء العد التنازلي الذي نعتبره يوم الغد هو لقاء الحسم ما بين الفريقين الكبيرين وبين العملاقين في كرة القدم العربية والإفريقية الأهلي والترجي، خاصة أكيد غدا الأنظار تتجه إلى ملعب السلام بالقاهرة، وأكيد سيكون لقاء الحسم في هذه المواجهة لمن سيكسب ورقة التأهل إلى النهائي. طبعا هو نهائي قبل أوانه، لكن أكيد الترجي تحول الأمس خاصة بعد أن هنا يعني سلسلة تدريباته في تونس، وأكيد كانت هناك الاستقبال وخاصة الأصداء، نعطيك بعد الاستقبال الحافل لبعثة الترجي التونسي حال وصولها إلى يعني مطار القاهرة، وعلى رأسها يعني الأسطورة والكابتن محمود الخطيب كان في استقبال بعثة الترجي التونسي برئاسة صحيح رئيس الفريق حمدي المدب، وخاصة تبادل التكريمات وتبادل الدروع ما بين الفريقين. طبعا يعني كان الصدى في مصر وخاصة هنا في تونس. طبعا الترجي يتحول خاصة بعد مع غياب ثلاثي اليعقوبي والشعلالي والربيع، تعرف اليعقوبي والربيع بداعي كورونا والشعلالي بعد الإصابة، طبعا لكن هناك عديد العناصر ستكون حاضرة، استعدادات كبيرة للترجي. طبعا أخذ العبرة من لقاء الذهاب خاصة بعد الإذاعة عدد من الفرص، طبعا يعرف أنه الأمور لابد أن تحسم في ملعب السلام، لابد أن يأخذها بكل كبيرة وصغيرة. تعرف مهم جدا سيلعب خاصة معطى مهم جدا للترجي وخاصة هنا وخاصة للجماهير التونسية، أن اللقاء سيدور بدون جماهير عكس لقاء الذهاب الذي كان دار هنا في تونس صحيح بالجماهير. طبعا مدرب الفريق يعني خاصة اليوم ستكون هناك حصة أخيرة للفريق في التمرين وخاصة في الميدان الرئيسي لملعب السلام،
تسبق ندوة صحفية لمدرب الفريق معين الشعباني مع حضور أحد اللاعبين سيعطي فيها أكثر التفاصيل. وهنا آخر حصة يمكن أن يعني نتبين منها الملامح التشكيل الرسمي للترجي، لكن مهم جدا، لابد هذا اللقاء مهم جدا لكلا الفريقين، وخاصة الترجي الذي يسعى للانتصار ليس بهدف وإنما بهدفين، ولما لا العودة بورقة الترشح من القاهرة ومن ملعب السلام بدات. طبعا العديد وخاصة هنا المحللين وخاصة كإعلاميين وكجمهور أن في كرة القدم ليس هناك مستحيل، لكن لابد الواقعية مهمة جدا في مثل هذه اللقاءات. فريق في قيمة وفي عراقة الأهلي المصري مهم جدا، يعني كل فريق يعرف كل كبيرة وصغيرة، ومثل موسيماني يعرف كل كبيرة وصغيرة على الترجي، أيضا معين الشعباني وخاصة بعد لقاء الذهاب أكيد يعرف نقاط القوة للأهلي المصري، نعرف أكيد محمد شريف في وجود حارس مثل الشناوي، طبعا لابد الأخذ الاحتياط، ولابد أن اللقاء سيلعب على الميدان وفي 90 دقيقة، وأكيد مثل ما كنت تتحدثين شيماء الأهلي يستعد أيضا يعني للركلات الترجيح، يعني كل هذا اللقاء يحمل كل السيناريوهات طبعا. صحيح. إن شاء الله نتمنى كمتابعين وكأعلاميين وخاصة الجمهور أن اللقاء يفي بوعوده، وأكيد أنا دائما أقولها ليس هو أول لقاء ما بين الأندية التونسية والمصرية، لكن الترجي خاصة هناك تفاؤل من الجماهير، صحيح صعب اللقاء ولكن ليس مستحيل أن يعود الترجي يعرف يلعب خارج القواعد، وهذا ما عودنا أيضا أمام فريق عملاق وعملاق في كرة القدم. الأهلي يسعى للحفاظ على اللقب، والترجي يسعى لكسب يعني ورقة الترشح، ولما لا ضم هذا اللقب الخامس في سجله. صحيح. طيب امبارح كان معنا على الهاتف كابتن شكري الواعر، طبعا نجم الترجي التونسي السابق، وتكلم معنا كمان عن الاداء الخاص بالمدير الفني لفريق الترجي التونسي الشعباني، يمكن اثنى على ادائه مع الفريق في الفترات اللي فاتت دي، برغم ان يمكن نتائج الترجي التونسي في الفتره اللي فاتت دي مش هي يعني المنتظر منه، لكن برضو في الاخر هو قال لي ان هو يعني قد يكون متفائل، لكن برضو في الاخر هو حمله نتيجه الهزيمة اللي حصلت في رادس. هل ده برضو اللي بيتناوله الإعلام التونسي عندكم؟ هل الإعلام التونسي برضو حمل نتيجة الهزيمة للمدير الفني؟ بالفعل هو دائما، خاصة شوفوا يعني دائما تابعت البارح وكنت شفت أكيد القيدوم والكابتن والحارس العملاق أكيد مثل شوبير في مصر أكيد العملاق شكري الواعر، طبعا مهم جدا دائما الفنية يعني دائما في كرة القدم أول يعني إشكال، ودائما نلقي اللوم دائما على المدرب، طبعا أكيد خاصة أنه شفنا في اللقاء الذهاب الترجي أضاع فرصة من هنا ثم الأهلي سجل من هنا، أكيد هذه اللقاءات ليس فيها التسامح عندما تضيع فرص، وكذلك يعني دائما يعني خاصة التشكيل الذي سيكون في المواجهة، ونعرف أنه الجمهور خاصة دائما يعني يطالب، خاصة في قيمة وعراقة الترجي طبعا ليس هناك مسموح بالهزيمة أو يعني ترك كأس من الكؤوس، طبعا دائما جمهور الترجي طبعا وخاصة فريق الترجي هو جمهور ألقاب، والترجي فريق ألقاب طبعا مهم جدا، يعني مثل ما تحدث شكري الباعر شفنا طبعا أكيد معين كان بالإمكان أن يقدم أفضل وخاصة في التشكيل، وتعرف هذه كرة القدم خاصة أنك تلعب ضد فريق مثل الأهلي المصري وخاصة في لقاء نصف نهائي، وهو مثل ما قلنا هو نهائي قبل أوانه، طبعا أكيد إن شاء الله معين أكيد سمع كل هذه المعلومات، وأكيد ما خاصة مع الجهاز الفني مع رئيس النادي، أكيد تابع وسائل الإعلام وتابع مختلف الآراء وخاصة الأداء، طبعا شفنا خاصة في وسائل التواصل وخاصة في الميديا الجديدة هناك لوم كبير على المعين، لكن الجماهير تحمل، يعني شفنا حتى البارحة الترجي وفي طريقه إلى المطار كانت الجماهير مع حافلة الترجي للتشجيع ولمؤازرة الفريق، وإلى الآن في مختلف الصفحات تؤازر الترجي، وخاصة طبعا لقاء للنسيان الذهاب، والآن الأمال بين أقدام اللاعبين وخاصة مع قرب الساعات وخاصة مع بدء العدد التنازلي لهذا اللقاء، وخاصة مثل ما قلت في البداية هو لقاء الحسم، طبعا مهم جدا الاستعداد وخاصة تلافي ما حصل في لقاء الذهاب، وخاصة شفنا يعني كنت يعني تابع إحدى تصريحات خاصة يعني محمد علي بن رمضان خاصة في آخر حصة تدريبية البارحة متفائل، وقال أنه هناك ليس مستحيل العودة بورقة التأهل من مصر، هذا ما تأمله الجماهير التونسية وهذا ما يأمله الإعلام الرياضي هنا في تونس، أكيد ليس هناك مستحيل في أي شيء وخاصة في الرياضة وفي كرة القدم. طيب بذكر اللي بيتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المدير الفني الخاص بالترجي التونسي الشعباني، يمكن سمعنا اخبار في الايام الاخيره دي ان في حاله اخفاقه مع الترجي التونسي قصاد النادي الاهلي وخروجه من البطوله فهيتم اقالته وهيكون البديل ليه هو معلول، هل الكلام ده حقيقي؟
هذا تعرف أنه الترجي فريق كبير وإدارة قوية جدا، طبعا أكيد إشاعات يعني تعرفها أنه إذا هناك رسمي سيخرج عن طريق النادي وإدارة النادي. طبعا الترجي الآن منكب وخاصة تركيز كامل، نعرف أنه مهم جدا أنه تأثير خاصة عندما تسمع هذه الأخبار ما قبل يعني موقعة النصف النهائي ولقاء العودة، تكثر الأخبار وتكثر الإشاعات من هنا ومن هناك مثل الترجي مثل الأهلي، وتكثر هذه وتنشط مهم جدا هذه الأخبار يعني وتجري مثل يعني سريان يعني النار في الهشيم. لا نعرف يعني هذه كلها كواليس. التركيز كما مثل ما قلت مهم جدا على لكامل بعثة الترجي من رئيسها من الإطار الفني من اللاعبين على لقاء يعني النصف النهائي، وبعد لكل صحيح. حديث أكيد طبعا أكيد الترجي مثل ما قلت أكيد هناك إدارة تشتغل أكيد. وهناك يعني مهم جدا، وخاصة شفنا حتى المدرب نبيل معلول كان تم تداول اسمه على رئاسة المنتخب وكاد كانت هناك نفاة. هذا طبعا مثل ما قلت يعني هذه الأخبار والكواليس من هنا وهناك. طيب بالنسبة للأخبار بدو اللي تم تداولها قبل لقاء الهام بكرة أن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك هيكون متابع للقاء ده عشان يشوف محمد بن رمضان ويتابع اللاعب ويقيمه، هل الكلام ده حقيقة؟ هل مثلا أنت شايف أن محمد رمضان كمان لاعب مناسب أن هو يلعب في نادي الزمالك؟ ما وكنت تابعت طيب واضح ان احنا عندنا مشكلة في الاتصال. شكرا ليك الاعلامي زياد السلمي على وجودك معانا النهارده في 60 دقيقه، ولسه مكملين برضو اخبارنا مع النادي الاهلي. واكد مصدر في النادي الاهلي ان في جلسه هتجمع ما بين مروان محسن مهاجم الفريق مع الجهاز الفني بعد مباراه الترجي التونسي عشان يعرفوا مصيره مع الفريق الفتره اللي جايه، بعد طبعا الاخبار الكتير جدا اللي اتقالت بقرب رحيله عن الفريق. طبعا مروان محسن من حقه ان هو يستفسر ويعرف من الجهاز الفني عن مصيره وعن موقفه من المشاركه، خصوصا طبعا وان ما حدش كلمه بشكل رسمي لحد دلوقتي من النادي او من الجهاز الفني اذا كان هيكمل معاهم ولا خلاص كده هو بره حسابات الفنيه للموسم القادم. لكن المعلومه بقى اللي عندنا ان الجهاز الفني والنادي الاهلي هيجددوا لمروان محسن وهيتم بعد كده اعارته سواء داخل مصر او بره مصر. مروان طبعا ما شاركش في مباريات النادي الاهلي الاخيره لاسباب فنيه، والامر طبعا اللي زاد من التكهنات حول رحيله واللي كان بيشارك بشكل اساسي فترات كتيره في وقت سابق. وزي ما احنا عارفين ان عقد مروان محسن مع النادي الاهلي هينتهي في يونيو 2023. بمناسبة بقى الكلام عن المهاجمين، كمان عمرو جمال لاعب طلائع الجيش رجع وبقوة في الصورة الفترة اللي فاتت دي، وده بسبب أدائه أكيد ومستواه الجيد واللي تطور بشكل كبير جدا في الدوري. بعد الكلام عن عدم رجوع اللاعب من جديد لصفوف النادي الأهلي، عرفنا بقى هنا في 60 دقيقة إن اللاعب رجع تاني يدخل حسابات النادي الأهلي الفترة اللي جاية دي عشان يعتمدوا عليه بجانب طبعا محمد شريف في الهجوم بتاع النادي الاهلي. مصدر كشف ان فكره رجوع عمرو جمال رجعت تاني، وده بسبب ان المسؤولين في النادي الاهلي عندهم تخوف من رحيل احمد ياسر ريان في حاله ان هو شارك في اولمبياد طوكيو بدل مصطفى محمد، واللي فريقه طبعا التركي رافض انضمامه للمنتخب الاولمبي. ومن هنا طبعا بقى احمد ياسر ريان واللي كان الجهاز الفني ناوي ان هو يعتمد عليه يكون قوه هجوميه ضاربه بجانب طبعا محمد شريف، في لحظه ممكن ان هو يجي له اي عروض طبعا احترافيه بعد المشاركه في الاولمبياد، وده امر طبيعي ووارد جدا، وساعتها النادي الاهلي بالتاكيد مش هيقف في طريق احتراف اللاعب. كمان بقى برضو بخصوص النادي الاهلي، في واحد من وكلاء اللاعبين عرض باسم مرسي على الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده موسيماني خلال الفتره اللي فاتت دي، واستطلع رايهم عن امكانيه ضمه لصفوف الفريق الاحمر. لكن طبعا الامر ده قوبل بالرفض التام من جانب موسيماني نفسه، لان هو شايف ان باسم مرسي قدراته الهجوميه ما تاهلوش ابدا ان هو يلعب في النادي الاهلي، وقال كمان ان اللاعب عادي ولا يصلح ان هو يكون في النادي الاهلي. دي كانت اخبارنا المحليه النهارده، نطلع معاكم دلوقتي لفاصل سريع وهنرجع ونكمل بعد كده فقراتنا في 60 دقيقه، خليكم معانا. رجعنا سريعا، لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في 60 دقيقة، ولسه مكملين جولتنا المحلية، وبنوصل لنادي الزمالك واللي أعلن امبارح بشكل رسمي نجاح المفاوضات وتم التجديد للاعب أحمد سيد زيزو جناح الفريق، واللي كان طبعا هينتهي عقده بنهاية الموسم اللي جاي. العقد الجديد هيمتد لثلاث سنين جاية بحسب طبعا اللي أعلنه مسؤولي نادي الزمالك بعد الجلسة اللي جمعت إدارة النادي في حضور اللاعب وكمان والده امبارح بالليل. زي ما قلنا طبعا لحضراتكم الكلام ده كنا قايلينه امبارح
امبارح الصبح. الفتره بقى اللي فاتت دي كان في مفاوضات كتير جدا مع احمد سيد زيزو، اللاعب كمان كان مرحب طبعا بالتجديد والاستمرار جوه نادي الزمالك، لكن الامور الماليه والاتفاق عليها بكافه تفاصيلها هي دي الحاجه اللي كانت معطله شويه الاعلان الرسمي. كابتن حسين لبيب رئيس اللجنه واللي بتدير نادي الزمالك دلوقتي رجع من مباراه الفريق الاول لكره السله مع الاتحاد السكندري عشان يعمل اجتماع مع والد احمد سيد زيزو ويتفاوضوا حول تجديد عقده، وكانت اللجنه عملت جلسه تمهيديه قبل لقاء المقصه الاخير في الكاس، وبعد كده تم عقد جلسه جديده امبارح عشان يتفقوا على كل الامور ويحسموا كمان تجديد التعاقد. احمد سيد زيزو اضافه كبيره اكيد وقويه للفريق، مفيش شك في ده، ومستواه عالي جدا مع نادي الزمالك من فتره طويله ودايما بيعمل الفرق في المباريات، وطبعا مفيش اي شك ان التجديد ليه ده نجاح كبير جدا اكيد بيتحسب للجنه الاداره في نادي الزمالك واللي اخذت الملف ده على راس اولوياتها من ساعه ما تولت المهمه. وطبعا كمان التجديد لزيزو بيفرض حاله بقى كبيره من الاستقرار في صفوف نادي الزمالك الفتره اللي جايه دي، خصوصا وان الفريق حاليا بينافس بقوه على لقب كاس مصر وكمان على درع الدوري واللي بيتصدره لحد دلوقتي. لسه مكملين اخبار نادي الزمالك، وحازم امام الظهير الايمن لنادي الزمالك قرب وبشده ان هو يقود الناحيه اليمين في مباراته اللي جايه ان شاء الله قصاد مصر المقاصه يوم الاثنين في الجوله 27 من الدوري المصري الممتاز. الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني بيدرس ان هو يعتمد على نفس المجموعه اللي شارك فيها في لقائه اللي ماضي في كاس مصر، مع دراسه طبعا امكانيه اللعب بحازم امام على حساب المثلوثي في الجبهه اليمنى، وبيسعى نادي الزمالك ان هو يحقق الفوز ويقتنص الثلاث نقط قصاد مصر المقاصه عشان يوصل انتصاراته في المسابقه واللي بيتصدر جدول ترتيبها وبرصيد 58 نقطه بعد ما خاض 26 مباراه حقق خلالهم الفوز في 17 مباراه وتعادل في 7 لقاءات واتهزم في مباراتين، وسجل لعيبه نادي الزمالك 47 هدف واستقبلت شباك نادي الزمالك 18 هدف. نادي الزمالك استعاد جهود حازم امام قبل استئناف الدوري بعد طبعا فتره التوقف الاخيره بعد ما تعافى من الاصابه اللي كان بيعاني منها وهي شد في العضله الاماميه قبل مباراه اسوان في الجوله 26 من الدوري، وانتهت بفوز نادي الزمالك بثلاث اهداف نظيفه. حازم امام شارك مع نادي الزمالك في الموسم الحالي في 22 مباراه بواقع 17 مباراه في الدوري الممتاز، صنع خلالهم هدفين وثلاث مباريات في دوري ابطال افريقيا ومباراتين في كاس مصر. نروح معاكم لنادي بيراميدز وجهازه الفني بقياده الارجنتيني اروي بارينا، قرر ان هو يخوض اولى تدريباته في مدينه كازابلانكا المغربيه النهارده الساعه 8 مساء استعدادا اكيد لمواجهه الرجاء المغربي يوم الاحد اللي جاي في اياب نص نهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه. بعثت نادي بيراميدز وصلت لمدينه الدار البيضاء امبارح على طياره خاصه، وطبعا دي وفرتها اداره النادي للفريق عشان يوفروا اكيد الجهد ويوفروا الوقت، وبعد كده توجهت مباشره البعثه لمقر فندق الاقامه في وسط مدينه الدار البيضاء. اكيد مهمه بيراميدز صعبه واكيد مهمه تقيله جدا برغم انتهاء مباراه الذهاب هنا في القاهره بالتعادل السلبي، لكن اكيد صعوبتها هو ان هو رايح يلاعب فريق كبير، فريق مغربي قوي على ارضه ووسط جمهوره، ولكن اكيد طبعا من هنا بنتمنى التوفيق لبيراميدز ممثل مصر في البطوله الكونفدراليه. نروح مع حضراتكم للمنتخب الاولمبي، ومسؤولين اتحاد الكوره طلبوا من نادي جالاتا سراي التركي السماح لمصطفى محمد مهاجم الفريق والمعار من نادي الزمالك ان هو يشارك في المنتخب الاولمبي قصاد اسبانيا والارجنتين فقط في اولمبياد طوكيو اللي جايه، وطبعا بسببها كابتن شوقي غريب المدير الفني في حيره كبيره، ده طبعا كمان بعد رفض ليفربول مشاركه صلاح مع المنتخب وكمان مدرب جالاتا سراي واللي رفض السماح لمصطفى محمد ان هو يشارك في طوكيو واتمسك باللعب، خصوصا طبعا ان الفريق هيخوض مباراتين في الدور التمهيدي الاول في دوري ابطال اوروبا ايام 22 ويوم كمان 27 يوليو اللي جاي. اتحاد الكوره بيخاطب الانديه وبيحاول معاهم اكتر من مره، وفي نفس الوقت بيحاول ان هو يفكر ويلاقي حلول بديله، عشان كده فكروا ان هم يبعتوا لجلطة سراي ويطالبوهم بالسماح لمصطفى محمد ان هو يشارك على الاقل في ماتشين بس في البدايه، اسبانيا يوم 22 يوليو والارجنتين يوم 25 يوليو، وبعد كده يختتم مواجهه الدور
الدور الأول بمواجهة أستراليا يوم 28 من نفس الشهر. لازم أكيد كلنا نقف في ظهر منتخبنا، وأكيد كلنا لازم نقف مع كابتن شوقي غريب، ولازم اتحاد الكورة يخاطب الأندية دي بشكل مستمر ويضغط عليهم ويحاول أكتر من مرة، لأن الأولمبياد ده أكيد حلم كبير جدا، ومجرد المشاركة فيه أو مشاركة أي لاعب هنا يعني أكيد يعني حاجة تاريخية، والتاريخ أكيد بيقف عندك وبيشوف أنت حققت إيه، خصوصا في أكبر محفل رياضي عالمي بيقام كل 4 سنين. وزي ما احنا عارفين بخصوص المنتخب الأولمبي، كابتن شوقي غريب حدد إن شاء الله يوم 6 يوليو اللي جاي ميعاد لبدء المعسكر الأخير للفراعنة قبل ما يسافروا لطوكيو، وهيضم المعسكر 22 لاعب اللي وقع عليهم الاختيار في القائمة النهائية. كمان قرر الجهاز الفني ان هم يخوضوا مباراتين وديتين في شهر يوليو اللي جاي في ختام الاستعداد لمشوار الفراعنه في اولمبياد طوكيو، واللي هينطلق ان شاء الله يوم 22 يوليو اللي جاي. مشاهدينا بكده خلصت اخبارنا المحليه، دلوقتي نروح معاكم لفاصل سريع وبعد كده هنرجع ونكمل بقيه فقراتنا في 60 دقيقه، خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في 60 دقيقة وبنوصل معاكم دلوقتي للفقرة العالمية. أكيد منافسات يورو 2020 بدأت كده في مرحلة الجد، والمباريات النارية اللي هنتابعها من أول دور ال 16 واللي هينطلق بكرة ما بين أفضل فرق البطولة وأقواهم أكيد، واللي هيتلعبوا على مدار الأربع أيام اللي جايين. بكرة في مباراتين، وولز هيقابل الدنمارك الساعة 6، وإيطاليا كمان هتواجه النمسا الساعة 9. يوم الأحد بقى التشيك هيواجه هولندا الساعة 6، والساعة 9 هنشوف مباراة قوية جدا هتكون ما بين بلجيكا والبرتغال. أما يوم الأثنين المنتخب الكرواتي هيواجه إسبانيا الساعة 6، وبعد كده مباراة فرنسا وسويسرا هتكون الساعة 9، وهيختتم دور ال 16 يوم الثلاث اللي جاي بمباراتين ما بين إنجلترا وألمانيا الساعة 6 والسويد وأوكرانيا الساعة 9. خلونا نقرب اكتر من اليورو ونعرف شويه تفاصيل وارقام من دور المجموعات، وكمان نتكلم عن المواجهات القويه في دور ال 16 مع الناقد الرياضي رامي ابو الوليد محلل الكوره العالميه اللي هيكون معانا عبر سكايب. مساء الخير عليك. مساء الخير يا شيماء، اهلا وسهلا بيك. اكيد منورنا هنا في 60 دقيقه. نورك الله. كنا بنتكلم عن دور المجموعات اللي خلاص انتهى، وفي البدايه كده عايزين نتكلم عن دور المجموعات، عن اهم الارقام والاحصائيات وتقييمك اكيد ليه، ويمكن عايزين نتكلم برضو عن مين هو افضل منتخب انت شفته، افضل مدرب، خلينا نتكلم كده بالتفاصيل. طبعا دور المجموعات كان بيحمل اثاره بالغه من اول جوله. افضل منتخب طبعا من الجوله الاولى باين جدا ان هو منتخب ايطاليا اللي ماشي بخطى ثابته، المنتخب الوحيد اللي صعد متصدر للمجموعه بتسع نقاط بالعلامه الكامله، وفي نفس الوقت بشباك نظيفه، منتخب يعني اول سابقه تاريخيه، اول منتخب في تاريخ اليورو بيحصد العلامه الكامله وفي نفس الوقت بيتاهل بشباك نظيفه، دي عمرها ما حصلت في تاريخ اليورو. بس برضه نقدر نقول ان منتخب ايطاليا مخصوص شويه، ان مجموعته ما كانتش بالقوه الكافيه، والاختبار الاصعب هيبقى في مرحله خروج المغلوب. اما فيما يخص الارقام القياسيه فطبعا بطلها الاول هو كريستيانو رونالدو اللي من اول جوله قدر انه يسجل ثنائيه قادته انه يبقى الهداف التاريخي لليورو بعد ما فض الشراكه مع الفرنسي ميشيل بلاتيني، واستمر رونالدو في تألقه وتسجيل الاهداف سواء من ركلات الجزاء او من اللعب المفتوح في الجوله الثانيه والثالثه، وانقذ البرتغال من خروج مبكر في الجوله الثالثه اللي كانت هتشهد مفاجاه كبيره سواء بخروج المانيا او البرتغال على يد المجر او فرنسا يعني. بس يعني لحسن حظ المنتخبات الكبيره ان دور المجموعات ما شهدش مفاجات. اسبانيا انقذت نفسها في الجوله الاخيره بفوز كاسح على سلوفاكيا وكان اول فوز ليها في البطوله. نفس الكلام البرتغال انقذت نفسها بالتعادل مع فرنسا، والمانيا انقذت نفسها بتعادل قاتل على يد جوريتسكا في الدقيقه 83 او 84. فيعتبر احنا خرجنا من دور المجموعات بدون مفاجات، ما فيش اي منتخب كبير خرج من البطوله لحد دلوقتي. طيب انت اتكلمت عن افضل منتخب وكمان ذكرت افضل لاعب من وجهه نظرك هو كريستيانو رونالدو اللي حقق مفاجات وارقام قياسيه في النسخه الحاليه من اليورو، ما اتكلمناش لسه عن افضل مدرب او مدير فني شفته لحد دلوقتي، وكمان لو قلنا مين هو المنتخب اللي ممكن يطلق عليه لقب الحصان الاسود حتى الان
في اليورو سواء مستمر او خلاص خرج. افضل مدرب بلا منازع هو روبرتو مانشيني مدرب ايطاليا. احنا شفنا طبعا منتخب ايطاليا لو احنا بصينا على القايمه كافراد مفيش نجوم، يعني يعتبر النجم الوحيد او النجم المميز فيهم هو تشيرو ايموبيلي المهاجم لاتسيو، مش مهاجم فريق كبير في الدوري الايطالي. وبالتالي احنا بنتكلم عن منظومه جماعيه تحت قياده مدرب كبير زي مانشيني اللي كان اول مره بيقود منتخب وطني وبقاله 3 سنين بيقود المنتخب لسلسله لا هزيمه على مدار 30 مباراه متتاليه، 11 مباراه على التوالي بدون ما يستقبل اي هدف. ولو بصينا للافراد هنقول ان منتخب ايطاليا ما يحققش ده، لكن بفضل براعه مانشيني وخبرته قدر ان هو يقود المنتخب لتحقيق النتائج دي سواء في بطوله اليورو او قبل البطوله. ده يخليه طبعا بلا منافس لحد دلوقتي. طبعا احنا مش عارفين طبعا مع الاختبارات الصعبه اللي جايه في مرحله خروج المغلوب مانشيني هيعمل ايه، بس اللي قدمه في التصفيات سواء تصفيات كاس العالم او تصفيات اليورو او في اليورو في 3 مباريات اللي لعبهم نقدر نقول ان مانشيني هو الافضل بلا منافس. حتى ممكن يدخل معاه روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا، لكن بلجيكا بتملك جيل ذهبي اعتقد ان هو الافضل في تاريخها، فما نقدرش ننسى بالفضل المدرب زي مانشيني في ايطاليا. كاب مش قوي فيعتبر ما فيش حصان اسود في البطوله. الحصان الاسود الوحيد اللي كان ممكن يبقى فعلا يستحق اللقب ده هو المجر اللي هي كانت ممكن تطيح بالمانيا في الجوله الاخيره، كانت ند قوي جدا صحيح للمنتخب الالماني بالظبط، فيعتبر هي الحصان الاسود اللي ما قدرش يعدي. طيب نروح لهاري كين لاعب المنتخب الانجليزي اللي ظهر ظهور باهت جدا، هل الظهور بهذا المستوى ممكن ياثر عليه في سوق الانتقالات القادمه؟ ما اعتقدش ان نجم كبير بحجم هاري كين او اي نجم في المستوى دوت ان هو يتاثر تالقه من عدمه في بطوله دوليه وممكن ياثر في سعر انتقاله، لكن طبعا الكل عارف قيمه كين على مدار سنين مع توتنهام في الدوري الانجليزي، هداف الدوري الانجليزي، يعني بيلعب فريق زي توتنهام ماهوش بيلعب في مانشستر في ليفربول او مانشستر سيتي، فاذا ده مش هيؤثر على مصيره او مستقبله. وهي الفكره ان مين النادي اللي هيقدر يبقى على قد ثمن هاري كين او سعره، يعني خصوصا في ظل جائحه كورونا والازمه الاقتصاديه الحاليه. لكن زي ما هنقتبس من مورينيو جوزيه مورينيو مدرب روما، يعني اللي هو برر ليه هاري كين لحد دلوقتي ما قدمش المستوى المعهود ليه، قال شوف هو هاري كين اضاع كام فرصه، فبيقول صفر، يعني انت ما فيش فرصه ضائعه ليه، لان ما فيش لعيبه وسط بتمده بكرات او تمريرات حاسمه تخليه ان هو يبقى ينفرد بفرصه او يجي له عرضيه يسجل منها هدف. فاذا مشكله كين مش في حد ذات، مش في اللاعب نفسه قد ما هي العناصر اللي حواليه اللي ما بتخدمش عليه. صحيح. طيب من خلال بقى متابعتك للقاءات القادمه ان شاء الله في دور ال 16 شايف ايه هي المباراه اللي هتكون الاكثر اثاره؟ بحكم شعبيه كريستيانو رونالدو طبعا احنا هنشوف طبعا وطبعا قوه منتخب البرتغال ومنتخب بلجيكا، فهي المباراه الاكثر اثاره والاكثر طبعا الجماهير كتير هتشوفها سواء محب كريستيانو او كارهيه حتى، وطبعا اكيد في مشجعين لمنتخب البرتغال في كل انحاء العالم بفضل رونالدو. والمباراه الثانيه طبعا اللي هي المباراه الكلاسيكيه او المواجهه الكلاسيكيه ما بين انجلترا والمانيا، دول يعتبروا اقوى مباراتين في دور ال 16، وباقي المنتخبات الكبيره طريقها سهل نسبيا، يعني ما اعتقدش ان هيحصل مفاجات كبيره في دور ال 16 غير مثلا ممكن كرواتيا تتاهل على حساب اسبانيا. طيب من وجهه نظرك ايه هو الفريق او المنتخب المرشح ان هو يفوز باليورو 2020؟ احنا ما نقدرش طبعا نحكم على كل المنتخبات كمستوى فني من خلال دور المجموعات، زي ما ذكرت قبل كده ان ايطاليا طبعا ما نقدرش نحكم عليها بشكل كامل الا لما تواجه فريق او اثنين من العيار الثقيل زي ما نقول، لكن ايطاليا لحد دلوقتي على قد المعطيات الموجوده هي المنتخب الاوفر حظا بالفوز باللقب، وممكن ينافسوا منتخب بلجيكا، وطبعا وجود رونالدو في البرتغال رغم ان البرتغال ما قدمتش لحد دلوقتي مستوى كبير، بس برضه نقدر نقول ان السبب ده ان هي قابلت منتخبات قويه زي المانيا وفرنسا، فيعني يعتبر ايطاليا هي الاوفر حظا للفوز باللقب. استاذ رامي بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده في 60 دقيقه من خلال شاشه التلفزيون اون تايم سبورتس 2. مشاهدينا نطلع دلوقتي لفاصل سريع، نرجع من الفاصل لا مكملين معاكم لسه اخبارنا وفقراتنا، ونروح بقى معاكم لفقره السوشيال ميديا وهنبتدي معاكم من الفيسبوك.
الصفحة الرسمية للنادي الأهلي نشرت فيديو لرئيس النادي كابتن محمود الخطيب وهو بيستقبل بعثة فريق الترجي التونسي في المطار، واللي طبعا هيواجه النادي الأهلي في إياب الدور نص النهائي لدوري أبطال أفريقيا. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ده ونرجع تاني. هقول لك ما فيش تسريح طيب يا كوري وايت فين؟ مكملين معاكم في الفيسبوك وكمان على صفحة النادي الأهلي اللي نشرت فيديو للاعب الفريق مؤمن زكريا وهو بيؤازر زمايله قبل مواجهة الترجي التونسي من ملعب مختار التتش. تعالوا نشوف الفيديو مع بعض. برحب بحضراتكم مرة تانية وبنوصل معاكم دلوقتي لآخر فقراتنا النهاردة. آخر فقراتنا هو طبعا ردود أفعالكم وردودكم على سؤال حلقتنا النهاردة اللي كان بيقول من وجهة نظرك إيه هي أوراق الأهلي الرابحة قصاد الترجي التونسي في اللقاء الهام أكيد بكرة. تعالوا نشوف كده إجابات اللي جات لنا النهاردة على تويتر. عبد الله بيقول أكرم توفيق أفشا ديانج وطبعا محمد شريف وإن شاء الله الأهلي هيكسب 2-0. أهم ورقة رابحة اللاعب محمد مجدي أفشا ومحمد شريف وعلي معلول، ده رأي زياد. مصراوي بيقول ديانج أفشا محمد شريف وصلاح محسن كبديل. إبراهيم فوزي بيقول ديانج الشناوي أفشا لو فايقين هيفرق كتير مع نادي الأهلي. مشاهدينا دي كانت بعض الإجابات اللي وصلت لنا النهاردة ردا على سؤال حلقتنا اللي كان بيقول مين هي الأوراق الرابحة بالنسبة لموسيماني بكرة إن شاء الله في اللقاء الهام أكيد والمنتظر قصاد الترجي التونسي في نص نهائي دوري أبطال أفريقيا. أكيد كلنا من هنا بنتمنى الفوز للنادي الأهلي ممثل مصر في البطولة الأفريقية، أكيد كلنا وراه وإن شاء الله يكون في طريقه للعشرة ويحقق العشرة النادي الأهلي. بشكركم جدا على متابعتكم لينا، هنشوفكم إن شاء الله بكرة من الساعة 2 للساعة 3 في جولة إخبارية في كل ما يخص كرة القدم سواء محليا أو عالميا، وكمان جولة على السوشيال ميديا. كل أخبارنا بتبتدي من هنا بتكون حصرية، بنقول دايما كل الجديد وكل الحصري. نشوفكم بكرة إن شاء الله، نشوفكم على خير.